مخرج السعودي ايمن العالي، فعايزين نقول لك الف مبروك. فيلم مع نجوم كبار مصريين، الموضوع سهل ولا صعب؟ واللوكيشن والسيطره عليه اخبار ايه؟ طبعا الموضوع مش سهل يعني، مع نجوم زي كوميديانات زي دول، يعني ازاي هتمسكهم؟ اولها الضحك اللي بيعملوه والشغل اللي بيعملوه، فلا ان شاء الله الناس اللي هتستفيد من الشغل ده كله والتعب ده، الناس هتشوف الضحك ده. اول تجربه روائيه ليك ونجوم كبار، شايف الموضوع متعاونين معاك ولا برضو الناس بتحاول تفرض شخصيتها بشكل او باخر؟ لا جدا متعاونين وحابين التجربه بشكل كبير، وعايزين يسوون ضحك مختلف بين الضحك السعودي والضحك المصري، بحيث يطلع النكهه الجديده دي. يعني انت شايفها ازاي بقى، وشايف الجمهور المصري ممكن يتقبل ده بسهوله ولا لا؟ هو شوف، احنا اشتغلنا على ده يعني من بدري، وعارفين انه لا كيف يتقبل العالم العربي بس مو بالجمهور المصري، لانه الجمهور المصري يعتبر جزء كبير مؤثر في السينما. فاشتغلنا على ده بحيث انه لا يوصل بشكل كويس والناس راح تضحك منه وتنبسط. طب المهمه مش مهمه، بتعملوها ليه بقى؟ ما انا عايز افهم. عشانها مش مهمة. ده اسم الفيلم، لأن هم من خلال مهمة الأبطال بيتكلفوا فيها، ومن خلالها راح نشوف مواقف كوميدية راح الناس تضحك منها، ونشوف كيف راح يطلعوا منها والورطات اللي دخلوا فيها. فهو كذا مهمة مش مهمة. انك تبقى موجود في مصر وشغال، اداره التيم برضه، الفنانين كمان، المساعدين، المصورين، الاداء ده كله، شايف الدنيا ازاي؟ والموضوع بالنسبه لك برضه سهل ولا التكنيك مختلف عن شغل السعوديه؟ طبعا مختلف بحكم الصناعه الاحترافيه العاليه هنا، فبتلاقي انت عايش اجواء وصناعه قويه، فبتستفيد منها، بتفيد العمل كامل. لا الموضوع مختلف هنا في مصر. فكرة ان مخرج سعودي يدير فيلم مصري دي ما اعتقدش انها حصلت، فدي تبقى اول مرة بيحصل الكلام ده. والله يعني كل لي الشرف ان يكون انا اول واحد يعمل حاجة زي كده، انه مخرج سعودي، لكن كلنا يعني هذا الواحد يعني بين مصر والسعودية، وده الفيلم اللي راح يبين العلاقة بين مصر والسعودية بشكل قوية طول السنين وطول العمر. طبعا صحيح صحيح، فهذا اللي احنا من ناحية الضحك والشغل السينما يعني. اكيد. عايز اعرف منك الفيلم المفترض ياخد وقت قد ايه تصويره اللي باقي له، وفتره عرضه هتبقى امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا طالعين السعوديه عشان نصور بين ابها والرياض وتبوك، وراح ناخذ اسبوع تصوير، وبعدها ان شاء الله يعني ممكن يناير، في يناير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. تسلم.